السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أيها الجمهور العزيز حبيبي عينيا، وعلى سلامتكم وتبارك الله عليكم، والشيخ خلال دائما معكم وبارك الله فيكم. واخا راني كنت مريض راني بريت، وكان نهدي التحية للناس اللي يعني وقفوا ويعني طلبوا لي الشفاء، والحمد لله الدعوة ديالكم راها نقضات ورب العالمين استجب ليها وفوتناها وفاتت الحمد لله، وكان الناس اللي ما بغوش علينا ولني حكام الله مرحبا وسهلا به. لكن يا سادات يا كرام، رحنا زايدين في الحكاية، الفنان ديالكم كل يوم حكاية حتى تنتهى المقابلة. أرنا كما نوليو الحكاية اللي كنا فيها باش تعرفوا يعني الحواج كي راه صاري. هاد المرأة يعني لما طاحت وبقات تشرب في الدم نتاع وليداتها مسكينة، راك عارف الكبدة، رنا قعدها قال ليها نوضي تبغي الدية نتاع ولادك باش ما بغيتي نخلصها، ذهب حرير ملف كتان جوهر ديامان لألوم مرجان ياقوت. قال ليها انا ماشي بخيل انا كريم. قالت له لو كان كنت كريم ما ذبحليش الوليدات نتاعي وتخليني الزام البرد الصرصار، لكني كاينه واحد الحاجه. اما هي قالت له اعطيني الرصان نتاع ولادي. ما بغيتي لا مال لا والو. قالت له اعطيني الرصان نتاع ولادي يوانسوني كما كانوا موانسيني بعد الحياة. قال ليها عندك الحق، غادي نعطيك الرصان ديال ولادك، ولكن حاجة واحدة، واه غادي تمشي عند محمد صلى الله عليه وسلم. قالت له نعم. قال ليها مهما تمشي عند محمد ما تقولي له صفت لي حتى واحد من العرب، صفت لي علي بن أبي طالب اللي عايرني به الوزير ديالي وقال لي بطل، باغي نشوف هذا البطل كي داير. قالت له هو عطاها الرصان يا جماعة، ودارتهم سكينة في ظهرها وراها جاية قابضة الطريق. ولكن رب العالمين كيمتحن عبدو يشوفوا واش يصبر ولا ما يصبرش. عطا ذاك النهار برد نو ريح، ولكن المرأة جاية وتطلب في الله. اش تقول؟ يا ربي اطوي لي العرض كطي الكتاب، وصل حبيبي محمد رسول الله، تطفى هذا النار اللي راها على قلبي. الله تعالى مخفته خافية، خدم ربي ترى كل عجب وما تكذبش في هاد الصوالح. الله تعالى ارسل الملائكة في صفة نتاع بشر، علاش في محبة رسول الله اللي ولادها نذبحوا على النبي. ارسل الملائكة في صفة بشر بنوا الخزانة وعرضوا لها وقالوا لها مرحبا بك يا عزوج، مرحبا بك مرحبا بك. وكلوها شربوها قالوا لها فين غادية؟ قالت لهم غادية للمدينة نتاع سيدنا محمد. قالوا لها شوفي الليلة راكي ضيفة عندنا مرحبا وسهلا بك، وغدوة إن شاء الله تمشي. قالت لهم لا، طلبوا معايا سيدي رب العالمين يطوي لي الأرض كطي الكتاب، كي نوصل حبيبي محمد تطفى هذا النار اللي راها على قلبي. أش قالوا لها هاد الملائكة؟ قالوا لها روحي الله يطوي لك الأرض كطي الكتاب. المرأة راها جاية وتبكي وتصلي على النبي، ما ضربت عينيها اللي حتى تصيب روحها قدام المدينة. مهما لقات روحها قدام المدينة المرأة تكاكات. قالت هدا أنا فين غادي أدرك؟ غادي نمشي عند النبي ونمد له هاد الهدية، كسوة ديالي عامرة دم، ما غاديش يبغي يشد مني الهدية رسول الله وغادي يغضب عليا. الله يا رب العالمين إلا ما تعطيني واحد الصبر على وليداتي بعد نصبر حتى نمد الهدية للحبيب محمد رسول الله. سيدي ربي عطاها واحد الصبر، نسات ولادها بحال اللي عمرها ما جابتهم. عقدت الرصان دارتهم في ظهرها، قبضت الحليب والسمن دارته بين يديها، وراها جاية داخلة حتى تدخل الجامع الغمامة عند سيدنا محمد. كتصيبك إنه وقمر في ليلة الظلام، والصحابة كأنه وكواكب نجوم، يعني نجوم. قالت لهم السلام عليكم. قالوا لها وعليكم السلام والرحمة والبركة يا العزوز، مرحبا. مدت الحليب والسمن لسيدنا محمد، عرض لي دين نتاعو بزوج، ضاق من هذا الحليب، غا على بلال بنو حمامة. قال له يا بلال، قال له لبيك اللهم لبيك يا حبيبي يا محمد. قال له يا بلال جري الحسن والحسين جي وذوقوا من هاد الهدية اللي خلى جابت العشيقة نتاعهم. سيد بلال جاي يجري حتى يخلط على الحسن والحسين يلقاهم يلعبوا،
والحسن الحسين نعم تكلموا لمن لجدكم راها واحد المرأة جابت واحد الهدية كبيرة. الأولاد لما سمعوا الهدية جاوا الجارو كل واحد يقول أنا جدي يعطيني الأول. لما جاوا الجارو يا الحباب طاحوا في حجر النبي كما يقول المؤلف اللي ألف هذا الكتاب. قال لك قد وليداتها ما كان لا زيادة ولا نقصان. المرأة كانت صابرة بعد الله كانت صابرة غير شافت الحسن والحسين بقات تبكي طاحت الأرض اتغشت. السيد علي دار يدعو على السيف قال يا عجبة وقبيلوا المرأة الصابرة ودرك ملي شافت الولاد نتاعي بقات تبكي وتزقي. قال له يا عالم هل هاد المرأة راهي مغبونة راهي مقهورة راهي مظلومة؟ قال سمعوا الطاعة. فوت عليها سيدنا محمد قال لها يا عزوج من بيك؟ ها اسمع راها غادي تحكي له القصة. ها اسمع غادي الصحابة يبقاو يبكيو واسمع شحال من رجل راها غادي تمشي تجاهل في طوح هاد الوليدات ورحنا زايدين في الغزوة القدام. وهذا هو الحكايات اللي خصنا نسمعهم التاريخ نتاع الحبيب مولانا محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله يا أيها الجمهور الحبيب تبارك الله عليكم وصباحكم مبروك هذا النهار العظيم إن شاء الله.